بعض من يمثلون الدين مع الأسف الشديد في الواقع لا يقدمون هذه الصورة التي قدمها الأستاذ الشابندر ولا هذه الصورة التي سأقدمها أنا، لكن بالمقابل هناك من يتحدث عن الدين ويعيش الدين بوصفه تجربة روحية وأخلاقية. قد يقول أحد أنه أين هؤلاء؟ هؤلاء موجودون في الواقع وفي الماضي وفي المستقبل أيضا. ماذا نفهم من الدين أساسا؟ وهل يمكن أن يوفر لنا الدين معنى ينقذنا من الموت المجاني، ينقذنا من القتل، ينقذنا من هذا الدم المسفوح، ينقذنا من الفساد؟ أنا أدعي أن الدين يمكن أن يتكفل ذلك. في الدين إمكانات يمكن استثمارها، لكن هذه الإمكانات غير مستثمرة مع الأسف الشديد. الدين في كما أفهمه أنا قدر الإنسان، حيثما كان إنسان يكون دين، حيثما كان موت يكون دين، حيثما كان فن يكون دين، حيثما كانت أسطورة يكون دين. ثلاث ثوابت أساسية في الحياة البشرية منذ فجر التاريخ حتى الآن، وستبقى أيضا مستقبلا إن لم تتغير الطبيعة البشرية بفعل هندسة الجينات. إذا كانت الطبيعة البشرية كما هي فأكو ثلاث ظواهر أبدية في حياة الإنسان: الدين والفن والأسطورة. وكل من يعرف تاريخ الحضارات يدرك هذه الحقيقة. يعني ممكن تقرؤون قصة الحضارة، هذه الموسوعة المهمة، وتجدون في مسار الحضارات المتوالي كانت هل ثلاث أشياء قائمة تعبيراتها وتجلياتها مختلفة، مختلفة من مجتمع إلى مجتمع، من ثقافة إلى ثقافة، حتى من لغة إلى لغة أخرى، لأنه تمثلات الدين في حياة الأفراد والمجتمعات تمثلات مختلفة وليست واحدة، ولذلك تتعدد أنماط وأشكال التدين من مجتمع إلى مجتمع، من مكان إلى مكان، أحيانا من محلة إلى محلة. شوف واحد مثلا متدين في مدينة واحدة يعيش في الأحياء مثلا المهمشة في المدينة، غير أولئك الذين يعيشون في الأحياء مثلا المتحضرة في المدينة، لأن التدين يتخذ شكل الإناء الذي يحل فيه. يعني على غرار الماء هذا اللي هو بدون لون، إذا حل في إناء أخضر يتحول إلى أخضر، وإذا حل في إناء أصفر يتحول إلى أصفر. ما الذي يعدنا به الدين؟ طبعا الدين مكون أساسي في كل الثقافات البشرية، وإذا أردنا أن نلتقط شفرة تمثل مفتاح لقراءة الثقافات البشرية يفترض أن نذهب إلى الدين، وهذا ما يقوله الأنثروبولوجيون. يعني إذا أردت أن تتعرف على مجتمع من المجتمعات بشكل علمي، الدين كشفرة ممكن من خلالها أنت تتبعها وتتبع تمثلات الدين وحضوره وتعبيراته في حياة هذا المجتمع، لأن الدين واحد من الأركان الأساسية في كل ثقافة من الثقافات البشرية. ولذلك الثقافات تتعدد وتتنوع أيضا تبعا لتعدد الأديان، والأديان أيضا تتنوع بتنوع الثقافات. يعني هناك علاقة جدلية ليست علاقة سببية طولية. يعني الثقافة تؤثر في الدين والدين يؤثر الثقافة، بالرغم من أن الدين أحد مكونات الثقافة،